أعلنت السلطات الفرنسية أن ياسين صالحي المسجون بتهمة ذبح مديره انتحر مساء الثلاثاء في زنزانته. قالت إدارة سجون أو سجن فلوري ميروجيس في الضاحية الجنوبية لباريس أن المتهم انتحر في زنزانته الانفرادية. وبحسب مصدر مطلع على التحقيق فإن صالحي انتحر شنقا. كان القضاء الفرنسي قد وجه الاتهام لصالحي بارتكاب جريمة قتل على علاقة بتنظيم إرهابية، لكنه قال أنه ارتكبها لأسباب شخصية.